اهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين اللي بتحبونا ويشوفونا على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من التلفزيون المصري. حلقة جديدة النهاردة من برنامجنا الشهير أكلة أمي. حضراتكم ملاحظين حاجة إن في الألوان الحمراء على الكاونتر بتاعنا هي تعتبر بنسبة 90%. إذا كان طبعا الحاجة اللي احنا عاملينها اللي هي بتعبر عن حبنا لأولادنا وأسرتنا وزوجاتنا وأزواجنا وحماتك وماما، ده مهم جدا. ولكن انا دوري النهارده في المطبخ اساعدك تعملي حاجات لطيفه وبسيطه وتعبر عن مشاعر كتيره تجاهك واتجاه اسرتك اللطيفه. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. هنعمل النهارده البيتزا برولز، هنعملها بالسجق، واكيد هيكون فيها افكار بسيطه وسهله. والسفره الحلوه اذا كان فيها ورد احمر فيها كلام حلو لا تغني عن طبعا يكون فيها كمان اكله حلوه، مهمه جدا. النهارده كمان هنعمل طبق مكرونه لطيف بالخضار، الخضار بتاعنا هيكون في متناول الجميع، الفلفل الحمراء برضو هتكون هي مسيطره على طبق المكرونه بالخضار، ولكن الريد فلفل اللي هو المعروف الكيكه الحمراء او الكيكه المخمليه هتشوف تتعمل ازاي، اكيد طريقتها مميزه ومقاديرها فيها شويه تميز. النهارده هنعملها بطريقه بسيطه وهعلمك ازاي تقدري تعملي حاجات بسيطه وسهله وتعبري عن مشاعر صادقه اتجاه اسرتك وزوجك واولادك. بالتاكيد البيت المصري والبيت العربي بيكون فيه حب وفيه دفء باكله حلوه بكلام حلو بيتقال عشان نقدر ان احنا نتعايش ونسير الحياه. ولكن عايز اقول حاجه مهمه جدا، الورد الاحمر والكلام الحلو ده ما يغنيش عن حله محشي كرنب لازم تكون على السفره بصراحه. يعني حله محشي كرنب حلوه كده بشويه عكاوي بشويه لحمه راس، يعني الحاجات اللطيفه لازم الاكله الحلوه عشان بعدها يبقى الكلام الحلو. انا مش عايز اخش في تفاصيل، حاجات بسيطه النهارده وسهله. اتعودت من الشيف المغازي دايما بيكون على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه، ما بيفوتناش فرصه ولا مناسبه الا ما نعبر عنها بطريقتنا الخاصه. خلينا نطلع فاصل صغير وبعد الفاصل اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل لتفاصيل صغيرة ولكن المعنى كبير والطعم جديد. تقدر ازاي تعبري عن مشاعر صادقة، وانا متأكد الأم بطبيعتها مشاعرها صادقة اتجاه أسرتها وزوجها وحماتها ومامتها وأولادها. تعالوا نعمل مع بعض ازاي كيكة بيسموها الكيك الكب كيك أو الريد فيلفت اللي هو الكيك المخملي. مخملي يعني بياخد تفاصيل صغيرة، بياخد في المقادير بتاعته زبادي واللون الأحمر عشان نبقوا عارفين تفاصيل الكيكة اللي بنشوفها على السوشيال ميديا أو الكب كيك، وبيتزين بالسكر البودر مخلوط بسائل حليب أو بكريمة لباني، بيبقى كريمة السكري اللي موجودة اللي بنحطها على السينابون العادية خالص. تعالوا نشوفوا نعملها مع بعض إزاي. بطريقة سهلة هنخفق البيض الأول مع السكر كالعادة، واللون الأحمر ده لما نشتريه من أي محل بتاع أدوات غذائية أو محل بتاع أدوات الكيك طبعا لازم نتأكد إن هو صالح، يعني بيبقى مكتوب عليه صالح للاستخدام المطبخ أو لسلامة الغذاء. الحاجات دي مهمة جدا علشان طبعا لازم يكون صحي لأولادنا. البيض هنا بنخلطه مع السكر بالشكل ده كده، أول حاجة بنحط عليهم شوية فانيليا. كيكة عادية خالص بس بدل ما بنستخدم الحليب بنستخدم زبادي مخفوق، بالشكل ده كده زبادي مخفوق. حلو الكلام. هنقلب البيض بالسكر بالفانيليا. انا عايز بطريقة بسيطة وسهلة تقدري تعملي حاجة في البيت، انما انك تروحي على اي محل بتاع حلويات وتشتري حاجات كيك او تشتري تورتاية والحاجات اللي موجودة دي سهل جدا، بس من وجهة نظري أنا يعني السهل الممتنع ده أنا ما بحبوش. لازم تخش المطبخ تعملي حاجة بنفسك حتى لو تعملي أكلة حلوة. حلو كان لو جبت فلفل أحمر رومي وحشتيه لحمة مفرومة مع رز، ده أحلى طبعا تعبير وأحلى جو تقدر تقدميه. عملت حلة محشي كرومبي بلحمة ضاني بلحمة راس بعكاوي برضو تعبير حلو. أدي البيض كده اتخفق بالسكر عادي زي الفل،
ونحط عليه الزبادي. حلو. يعني هنقضيها كيكه يا شيف وخلاص؟ لا طبعا، هنعمل النهارده البيتزا بطريقه جديده، وهنعمل طبق مكرونه جامد جدا بالخضار. ده زبادي اهوت مخفوق مع البيض والسكر. زبادي مخفوق مع بيض وسكر. حلو اهو. نيجي بقى للالوان، الالوان الصناعيه والالوان الطبيعيه، في منها كتير عشان نبقى واضحين مع بعض. تقدري تحطي لون، تجيب البنجر ويتسلق، وبعد ما يتسلق تضربيه في الخلاط يبقى عندك قوام البنجر خفيف، تلوني بيه الكيكه بتاعتك. دي رقم واحد. رقم اتنين، تقدري تجيبي لون باودر زي ده كده وتلوني الكيكه بتاعتنا. تقدري تجيبي لون احمر سائل موجود عندنا وتلوني الكيكه بتاعتنا، ده اختياري حسب الرغبه. تقدري تجيبي عصير فراوله تضربيه في الخلاط وتلوني الكيكه بتاعتنا، دي اختيارات ليكي انت، تقدري بدايل ليكي، يعني مش موجود اللون ده في السوبر ماركت اللي في المنطقه، تقدري لها بدايل كتيره قوي. احنا معانا اللون الاحمر ده كده، بنحط منه خلي بالك المضرب اللي هنشتغل بيه كده اهو، شفت اللون اهو ده، ايه رايك في اللون ده؟ اهو برضو فاتح شويه، نحط اللون الباودر ده كده اهو. والالوان دي كلها الوان صناعيه مسموح بيها اهو. حلو اهو كده، اللون تمام معنا زي الفل اهو. دايما اللون الباودر بيديك اللون الاحمر الغامق الحلو اللي زي الشكل ده كده. زي الفل يا عم الشيف. نخلي المقادير دي كده على جنب، ناخد ده كده نخليه على جنب عشان ممكن يغرق لك الدنيا. خلي بالك طبق صغير كده بنحطه، الحاجات الصغيره دي مهمه جدا. ناخد الدقيق مع البيكنج باودر بنقلبه، دقيق بيكنج باودر لوحدهم كده، معانا شوية ملح وشوية خل أبيض، ده مكتوب في المقادير. ممكن نطلع بالمقادير تاني، شوية ملح، معلقة خل بيضة كده زي الفل. ليه الخل الأبيض يا شيف؟ عشان تبقى الكب كيك بتاعنا طري وزي الفل أهو. نقلبهم كويس. شفت أنا عملت إيه؟ طبق وأحط فيه المضرب جنبي، يعني ده اللون ده ممكن يغرق لك المطبخ حاجات كتيرة قوي. ناخد الخليط ده كده، الله. ودي بصراحة يعني بفتح التلفزيون بفتح القنوات كله غرقان لون الأحمر دلوقتي. انت اطلعي من الجو ده وخليكي انت مختلفة. شفت انت شايف المغازي بيتكلم الطبيعي، خليكي انت دايما مختلفة. هتعملي ايه؟ حلة محشي كرنب، والله العظيم أحلى تعبير وأحلى مشاعر تقدري تعبري بيها، لان حله محشي كرنب فيها شغل، فيها تعب وفيها شقة. اجيب كرباية واغسلها واسلقها بشويه ميه بشويه ملح بشويه كمون. شفت المقادير اهو زي الفل. عندي القوالب جاهزه، بوزع المقدار ده كده في قلب القوالب. الله، هو ده سهل جدا. بمعلقه لون احمر قدرنا نعبر. لا لازم الكلام الحلو، ولازم طبعا الاكله الحلوه على السفره، ده مهم جدا على فكره، مش ان انا اعمل الكيكه وخلاص حمراء وخلص الكلام، لا 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 لا. شويه زيت صغيرين، ربع كوب تقريبا انا نسيت، ونقلب الخليط ده كده. وعندك قوالب الكب كيك اهيت معانا موجوده في السوق اشكال والوان. احنا جايبين الحجم الكبير عشان بعد ما تستوي هنزينها طبعا اكيد بكريمه السكر. ايه كريمه السكر يا عم الشيف؟ سكر بودر مخلوط يا اما بحليب سائل او مخلوط بكريمه لباني زي ما انت عايز، بس طبعا تبقى ايه كميه قليله جدا، وتحط السكر البودر وتقلبيه كويس ياخد طعم الفانيليا. اهلا وسهلا. ده الخليط جاهز معانا اهوت. شفت بقت ناعمه ازاي؟ ده الكيك المخملي او الريد فيلفت اللي احنا عارفينه، المسمى بتاعه بنشوفه دايما في ايام الفالنتين، معمول بكتير بالشكل ده. شفت القوام؟ بص على الحلاوه، بص على الجمال. هو ده. تاني.
تعالوا بقى نوزعه في القوالب بتاعتنا. تمام، نشيل دي من هنا خالص عشان دي عامله لي ايه مشاكل، اللون الاحمر ده كده اه زي الفل. ونوزع الخليط يا عم الشيف في قلب القوالب واحنا مع بعض كده. اه بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد ده كده اه. حلوه، ونحط كده نفس الطريقه اهو. طبعا انا عايزك بقى ايه، فرصه عظيمه النهارده عيد الحب، اليوم اللي نقدر ان احنا نعبر عن حاجات كتيره ومشاعر جوانا تجاه حماتك، تجاه ماما رقم واحد، تجاه زوجك رقم واحد برضه عشان ما حدش يزعل مني، اولادك طبعا دول في القمه، الحاجات دي كلها، اسرتك وعائلتك ده مهم جدا، وكمان الجيران. لما تخبط على الجار صباح الخير صباح النور، النهارده عيد الحب، في تسامح، في مشكله نقدر ان احنا نسامح بعضينا، فرصه لما نختار المناسبات الحلوه ونعمل الايه اللي علينا. خلي بالك اه زي الفل. درجة حرارة الفرن عندك 180 لست الكل، ده أكيد، أوعى تكوني ناسية إنك أنت مولعة الفرن. الدنيا كلها النهارده لون أحمر، ورد أحمر، الأكل لونه أحمر، الحلويات لونها حمراء، حتى اللي بعض يعني الأحبة بيلبسوا ملابس حمراء واللون الأحمر على الشاشة، المقادير على الشاشة، الله حلو قوي زي الفل. اكتبيها ورايا كده سهلة خالص. الكيك المخملي او الريد فيليبت معروف، عباره عن 3 كوبايات من الدقيق، 3 بيضات، نص كوب من السكر او 1 كوب من السكر، السكر دايما اختياري، كوبايه زي نص كوب ده اختياري، كوب من الزبادي مخفوق جيدا لازم يتخفق كويس عشان هنستخدمه، معلقه خل، معلقه ملح، معلقه بيكنج باودر، حلو اهو زي الفل، وفانيليا. لا هو ده المتماسك، ده البيض مع الزيت اه، ولازم طبعا لانه الكيك المخملي ده لازم عشان بعد ما يستوي احنا بناخد شويه منه ونفركه جامد عشان نزين بيه الكيك اللي هو ده، احنا عاملين واحده جاهزه عندنا في الثلاجه اه. اه هنشوف الكلام ده دلوقتي مع بعض اه زي الفل. درجه حراره الفرن عندي 180 بندخلها الفرن يا عم الشيف اه. دول كام؟ 9. حلو قوي اه زي الفل بالشكل ده كده. يلا مع السلامة اه. تمام، هنقفل الفرن بتاعنا، ولكن قبل ما نطلع الفاصل معلش بعد إذن حضراتكم هنوضح حاجة بس. اللون الأحمر بعد كده أو القوام ده كده علشان يديني في الآخر الكيك ده، ده الكيك اه، ده بعد كده بيتبشر بالشكل ده كده بعد ما بتبرد طبعا، وبنقدر إن احنا نزين بيه بقى الكيكة بتاعتنا، ونمشي في الصالون نلاقي اللون الاحمر ده، في المطبخ بنلاقي اللون الاحمر ده، وده طبعا انا من وجهه نظري مشاعر حلوه، ولكن برضو المشاعر الصادقه مع حله محشي كرنب، ما تنسيش حله محشي ورق عنب، اكله حلوه جوزك بيحبها، حماتك بتحبها، ماما بتحبها، ده التعبير الصادق من وجهه نظري على السفره بتاعتنا. خلينا ناخد بعدين نطلع فاصل صغير، اوعى تروحوا بعيد عشان معانا بيتزا ومعانا صينيه مكرونه بالخضار جامده جدا، اوعى تروحوا بعيد. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل، واللون الاحمر في الكاونتر مش عايز اقول لكم في كل حته بمشي الاقي الاحمر. حلو الكلام، تعالوا مع بعض. دي كيكه احنا عاملينها جايين بدري طبعا ومجهزين، واحلى حاجه ان تبقى جوه نواياكي ايه ونيتك ايه. الراجل لما يصحى الصبح كده ليك عامله كب كيك باللون الاحمر، عامله بان كيك باللون الاحمر، نفس المقادير اللي كنا شغالين بيها من شويه تقدري تعمليها بان كيك
في طاسه صغيره كده وتعملي حاجات زي القطايف وتحط عليها عسل او تحط عليها قشطه، واعتقد دي احلى حاجه واحلى صباح الصبح مع فنجان قهوه وخلص الكلام. تعالوا مع بعض نشوف كده جزء من الكيكه الحلوه دي كده. شفتوا ازاي اللون الاحمر؟ اه تمام. طبق كده زي الفل. اللهم صل على النبي. الله. حاضر اجيب لك واحده دلوقتي. عينيا. اه. ايه رايك في الحلاوه دي يا شفيق؟ ايه الجمال ده؟ اه اه. حلو؟ مع كوبايه شاي، شويه فروت سلط. تبقى لطيفه وجميله على فكره. دي تتقدم مع فروت سلط او كوبايه قهوه او شاي. بألف انا وشفا حبيبي. طب تعالوا مع بعض نعمل ازاي البيتزا اللي هنعملها دلوقتي مع بعض. ده المفيد بيني وبينكم يعني. تعمل يا شيف كيك احمر بقى اي حاجه احنا عايزينها ناكل النهارده. بص كده على الكيك المخملي. ايه ده؟ لا بالله عليك صلي على الحبيب وشوف الحب الصادق بقى. الحب لما تكون نيه 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 من جوه انك عايز تعمل حاجه حلوه. ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ ايه الحلاوه دي؟ اه اه اه. ايه ده؟ ايه ده؟ حب طالع من الفرن. اللهم صل على النبي. اقفل يا سمسم، انا قفلت الفرن كمان. اه تمام يلا. قولي الدقيق. خلونا نحط المكرونه على النار. نكسب وقت تستوي. ماء مغلي مع قليل من الزيت والملح. اه بالشكل ده. هو ده. حلو قوي. نقلب دول كده. اعمل كريمة السكر دلوقتي ازين بيها الكب كيك. عايز احط لها سبانخ احط لها ابن الهرم الغذائي بقى. كوسه يعني حديد يعني معادن. شفت السكر ده لازم يتنخل كده. تشتريه في كيس عادي من اي سوبر ماركت بس بتبقى فيه حبيبات نتيجه الرطوبه نتيجه تكنته مفيش اي مشكله. ما تتخضيش لما تشوفيه مكلكع عادي يعني. اه اصبري عليه شويه كده وهيديك اللي انت عايزاه. اه العب. حلو قوي. ادي السكر عندنا جاهز. بننزل بشويه كريمه لبانه كده ونقلبهم. شفتي؟ شفت الكريمه بتطلع ازاي؟ اهي كريمه السكر اهي 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 بشياكه اهي 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 اهي. عايزه كمان شويه؟ شويه كمان بس خلاص. في حليب مكثف بديل للكريمه اللباني. اه حليب مكثف. اه شفت ازاي؟ اه عايزاها تخفيها شويه هنحط شويه بس خلاص. اه ونمسك الكب كيك بتاعنا ده كده نغرقه من كريمه السكر دي كده. بص على القوام. بص على القوام. ده سكر باودر. اه شفت؟ اه 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 تمام. اه هو ده. هناخد كده منه ونحط منه على الكب كيك بتاعنا ده. طبعا مع التبريد والتلاجة بياخد القوام بتاعه. عندك بقى فراولة زي نيب الفراولة. عندك شوكولاتة فارسي اللي هي الشوكولاتة اللي بتبقى حبيبات دي كده حطيها عليها اختياري. حاجة فريش كده وعاملاها من ايدك. أنا ضد إنك تشتري حلويات من بره إذن الله إذا كان في حلويات وعندك مناسبة وما عندكيش وقت وعاملة ديك رومي في الفرن ولا عاملة فخدة ضاني والفرن زحمة والمطبخ زحمة اشتري حلويات. بس عندك وقت خش المطبخ كده يعني تسلي. الحلويات دي بعتبرها إيه؟ حاجات كده يعني مش طبيخ ولا شغل ما فيهاش شغل. خلي بالك. أه زي الفل. لسه ما خلصتش اصبر على رزقك. ده الأحمر مالي الاستوديو النهارده. انت جاي لابس احمر الصبح. هو ده. اه شفت الحلاوه؟ شفت الجمال؟ هو ده والله حاجه سهله. اه اه حلو. الريد فيليبت او الكيك المخملي ده المسمى بتاعه. اه لسه اهو يا فندم اهو دلعك انا. اه اهو هو حياتك حمرا كلها. اه 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 لسه هو ده. اه دي صوص فراولة عادي بيتباع في أي سوبر ماركت. حلو الكلام.
نعمل ايه كمان؟ معانا الشوكولاته اهيت ادلعك. انا عارف مش عاجبك انت الحمار ده كله اهو. والله دي ما دام اديتها لي الصبح وانا نازل اهو. شفت ده حب برضو اهو اهو، ان هي تفكر معاك اهو. شفت الجوده اهو، دي مش موجوده في سوبر ماركت اهو اهو. زي الفل اهي. الابيض اهو انا عارف انت عايز الابيض اهو 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 ده اهو اهو اهو. حاجه حلوه زي الفل ده، بس ده لو قدامي بصراحه انا بشكل اكذب عليكم يعني، انا عايز بالاخر حله محشي كرنب. تفاصيل صغيره ولكن دايما بقول المعنى كبير والطعم جديد. قدرنا نعمل كيكه لطيفه حلوه بتعبر عن مشاعر صادقه من اتجاه ام لطيفه وجميله لاولادها واسرتها. بنوته تخش المطبخ تعمل الحاجه الحلوه دي لمامتها لحبيبها. عندنا البيتزا عملناها برضو بطريقه سهله وبسيطه. عملنا طاجن مكرونه جميل او صينيه مكرونه بالخضار لطيفه. العصير اللي احنا شفناه من البدايه خالص ده عصير فراوله مع عصير مع صوص فراوله بينضرب في الخلاط بيبقى لطيف وجميل. تقدر تحط له شويه فانيليا شويه ميه زهر مع سكر حسب الرغبه وتزينيه بالشمع الاحمر الحلو ده وشويه الحب اللي بيطلع من مشاعر جوه صديقه طبعا تجاه اسرتك واتجاه حبايبك وكل اولادك. رؤيه فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.